يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الجمعة الموافق 7 إبريل و16 من رمضان. 16 يوم عدوا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، 16 يوم عدوا من صلة الأرحام، لأن يمكن أهم ما يميز هذا الشهر الكريم الشهر الفضيل هو تبادل الزيارات وصلة الأرحام. سؤالنا النهاردة بيقول: كام مرة اتفقت مع حد من صحابك اللي انتوا هتنزلوا وتفطروا وكانت دايما عبارة ظبط وكلمني وما بتحصلش في الآخر؟ يمكن دايما الخروجات يعني السمة الرئيسية فيها هو الاتفاق على ميعاد محدد للخروج، لكن لا أخفي عليكم سرا، أنا بالنسبة لي كلامنا ما بينفعش. أنا واحد من الناس اللي عبارة ظبط وكلمني يمكن بتضايق كتير من صحابي، لأن عارفين إن الميعاد ده مهما حصل ولو ظبطناه يعني بنسبة من 50 لـ60 أو 70% كمان ما بتحصلش الخروجة دي. ويمكن ده مش حالي أنا بس، حال كتير كمان من اللي شغالين معانا في الميديا، لأن للأسف إحنا ما بنعرفش بكرة في إيه بالنسبة لنا أو الأسبوع الجاي عشان ندي ميعاد. لا، أنا من النوع العملي شوية، قالوا أنت فاضي يلا نتقابل دلوقتي يلا نتقابل دلوقتي، لكن غير كده بتبقى الخروجة إلى حد كبير يعني باظت. ويشهد على ده زميلنا إبراهيم عز ومحمد حلمي يعني وغيرهم كتير وكثر، اللي يمكن أكتر من مرة نتفق على ميعاد أو يبقى عزومات. يعني إبراهيم دايما، إبراهيم ده مخرج زميلنا في قنوات أون، دايما يقول لي عندنا عزومة النهاردة، حاضر إبراهيم أنا جاي، العزومة الأسبوع الجاي ولا إيه، حاضر إبراهيم إن شاء الله هكون موجود. وللأسف يعني أنا بطلت أدي مواعيد تحديدا لإبراهيم عز، لأن دايما كل ميعاد بيحدده بيحصل بيبقى عندي تكليف شغل أو مأمورية سفر لشغل، فبطلت. إبراهيم عندنا أرجوك ما تقوليش عشان ببقى خارج القاهرة خلاص. فيعني عبارة ظبط وكلمني أنا من العبارات اللي دايما لما بتتقال وإحنا قاعدين في قاعدة في جروب أو في أصحاب، للأسف عارف إن خلاص الخروجة دي خلاص يعني الفشل بيكون حليف ليها دايما يعني. فسؤالنا النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم: ظبط وكلمني، كم مرة اتفقت مع صاحبك على الفطار أو صحابك على الفطار في رمضان وما حصلتش؟ مستنين طبعا حضراتكم تعملوا منشن لأصحابكم اللي دايما العبارة دي بتكون عندهم وانتوا عارفين ومتأكدين اللي هو ما بيجيش، وهو ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك ومنتظرين إجاباتكم عليه علشان نستعرضها خلال حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.